في ذيك البلاصه طاح فيها. السلام عليكم اخي كريم. واش يدخل خينا دي كارتويو بس خمتك شوبيه سي زكري واش يخصك باش ندي باني تورنيفيس تربيش تنباك كي قال لي خصني تورنيفيس حسبته يعرف يخدم الظهر ما يفهم فيها والو. سمح لي زيد دار عنده واحد كروشيات هنا والله ما كاينش راكب مليح بك انت انجينير واش مشهور واش معروف ربي ان شاء الله راه راكبه مليح ها نزيد نعوجوا لها شويه الكروشيات يا صديقي العزيز خليه واحد الاونير دو طوا واحد الساعه ما تنوضوش درك الموتور راهو سخون بزاف كنت حاط له الماء بارد على الموتور سخون راح يصرى شوت تيرميك وبهذه الحاله راح يعوج لاكيلاس. عندك اللي كيدرو فوت سمو ولا ما عندكش؟ قالك حتى اللي كيد ما عنديش. لا يا دوك شو واحد يشري له سخنت بزاف عطيني نمرو التليفون تاعك كون نجيب لك اللي كيدور فوت سمو نجي لوطو تكون هي بردت من هذا المنبر حكايه كي من هذه نخمم بربي ان شاء الله نعمل فيها ديزاتولي موبيل ويجيو دي باليو الناس يطيحوا ان با بربي ان شاء الله تحمست صايي تحمست اللي كيد والله ما نحكي بها روح لفت ضرب جيم مرحبا بك والله هو هي لاباس الله يبارك كل يوم قابل في الطريق من عنابه ديما نتفرج عليك ربي يبارك يا خويا متشرفين بك انت منين؟ انا في شراكه يا خويا متشرفين خاصني اللي كيد دور فوت سمو جي 12 كاين بلوان يا دوك كاين الكزو كاين بيا واش طوموبيل رانج روف انجينيور جديد هذا الموديل جديد لوكال هذا لوكال وهذا لوكال وهذاك لوكال بوا قال هو بصح كونديكسيون تاع ليه هذا حاجه نقراو وعلاش زعما بروبوزيت لنا هذا اي كاليتي هايله مليح هذا قدوم لي نورم اوروبيان تاع البلاصه تاعي بان فيه المطابقه وزواك الاودي بي ام دبليو بورش و 26 وليح جاي مايك تكنولوجي ايوا لا تي بازو انا والله عجبني عطيني زوج شحال البري تاعو 180 كومام ايزم جي دو عنده لي فور عنده لي فور عطيني انا خويا سيبو قربت ندي هذا درك الخصائص تاعو من داخل مادام خادمينه بالبري هذا وبالكاليتي هذيا مادام حاطين الحوايج هذو هنايا هذا مولان ما يلعبش وتعطيني تلفاتين تعمل لي بروموسيون مي راه تجيبو هذا خاليه طولت يصبر عمي ها ما عندكش موتيل تاع ايطرا كاتبطون نديه الموطو تاعي والله فات وقت الفيدونج تاعها ب 100 كيلو اللي يتخلعوا من الفيدونج كيفوت ب 100 و200 كيلو 1000 كيلو ما تخافش منه وقت هاك مطريق فوت لك الوقت تاع الفيدونج قدامنا هنا تتحوس يعني تقدر الفيدونج تبدلو قبل الوقت كيما تقدر تبدلو تقدر على ما نقدرش خير الشركه معينه اللي قالت لك لازم تبدل الزيت في 10000 كلها اجتهادات فقط ندير لك بروموسيون مليحه شحال هاي نحكي دامي ميسي يحسب لك بارك الله فيك قسما عظم من ضروب من ساعه يا ودي روح نروح نركبوا للسيد ونجي نخلصكم ان شاء الله ماركيني في الحيطه واش اسمه صاحبي طاهر السوفي طاهر تاعنا طاهر يعطيك الصحه سلكت ليا عاوني تشا الله يسلك حوالك امين تزيد زيد بزاف بزاف تزيد بس شي تم فيه مليح تبقى جدي في راسك كبير وبيت ريترانجي نوض خالي ما كاينش لي بيتر يا خي الا كان عمل لنا لي بيتر قوي هنايا نعرفوا بلي الموتور راهو راح درك حاليا لي بيتر راهم ما كانش خضر بربي ان شاء الله المحل اللي كنت فيها كبير واش التصرف اللي تقدر ديرو تحت امبار هنايا في بلاصه كيما هذه واش في بالك نحل عيط الميكانيسي يجيب دي بانوج ويجي شوفها قبل ولا حاجه اللي يجي اللهم بارك باش يمين مين يمين مين زي لي فري تحمست كيما هكا راح ندير سيرفيس اتيلي موبيل تنجح 100% انا جيب لي 100 كارت فيزيت نمدها حط روحك في بلاصه السيد هذا اسكو اتيلي موبيل تعجبك ما تعجبكمش